يوم القيامة طويل جدا، فهل المؤمن المسلم سيشعر بطول ذلك اليوم أم أنه سيكون فترة قصيرة على المؤمن؟ الله تعالى يقول: وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويقول على كذلك: فإذا نفر في الناقور كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يكون على المؤمنين يسيرا. قد جاء في الحديث أنه مثل الركعتين يصليهما في الدنيا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.